حتى ساعة متأخرة. درسنا روعة كل الأسباب والمسببات وشو نسير وإتسيتيرا. زلنا اليوم جلسة الصباح لأنه توا غازي ديفرايلي اشتغل. قال لي خويا اقنعني كون مصلحة النادي في النادي قبل كل مباراة. اليوم فترة انتقالية ليا في انتظار اختيار الممرر القادم على قيادة المحل القادم. ثمانية في الشهر سيتادير ثمانية في الشهر هذوما نجمو نواجهوهم إلا في البريود هذيا تكون التحضيرات في ظروف طيبة وتحضيرات طيبة هكا ولا إذا مشى الممرر ما عرفش نلقاو الممرر في حجر نجيبوه وخاصة في الفترة هذه الممررين الكل مرتبطين بعقود وبارتباطات وفرق أخرى. ثانيا لا للاستعجال ولا للتسرع باش ما تقعوش في اغلاط كنا طحنا فيه والانسان لازم ياخذ دروس ليكزومبل تو سي وليكزومبل دوكا ما يلزمناش نعاودو نتاعو قاع مانشستر يونايتد شكون المبرر وتيتيرا راهو نقول لكم راهو سان سيرعين سان سيرعين يبا يافوا دونك دو نو دو جور اللي وراء المبرر اون فوا لو نور ديك تنجمو تخرجوا حتى كوارديولا كانوا ما صلح كان قال لك اسمع نحيد هذا الغاز خير مستعد تجي تزيدكم الفلوس تحبوا اه صح اه صح نقولوا لانه حاجه مهمه قبل ما نتكلم على الاسباب اللي خلتني نقدم الاستقاله الذهبيه زاد نعمل جو كورس دو بيلون اللي هي نديت فيه معناتها ساتسفاكسي باش كومسار معناها على الاقل اللي الذاكره نتاعنا عندنا مالوريزمون ديما ننساو بسرعه وقت اللي جيت ندير ساتسفاكسي الكل تعرف اللي انا على وقت اللي طلبني الفريق نتاعي لفيت نداء الوجه وجيت جيت خذيت فريق اللي كان عند المدرب السابق عنده ثلاث سنين يلعب اللي كان حايز على البطولة اللي كان حايز على لقب الكاف ومع الأسف الشديد ما تمكنش باش ياخذ رابطة الأبطال اللي هي كانت الهدف نتاع الفريق وأكيد الكل شفتوا الحالة اللي كان فيها الفريق الحالة المعنوية خاصة الانهيار التام الظروف الصعبة الفراغ الإداري اللي جاء نخدم في ظروف صعبة اللاعبين اللي عبروا على بدهم باش يخرجوا من الفريق مع الأسف نسينا شوية الفترة اللي مر بها الفريق والظروف الصعبة اللي أنا لقيتها في النادي الأسفلتي لكن مع هذا برشا أصدقائي وبرشا ناس لمون على المجازفة اللي خديتها لكن اليوم انا مش نادم هذا فريقي استحقني واجبي قمت به اعتقد انه وصلنا النادي لشاطئ السلام اليوم الفريق اذا كان وفق ربي وياخذ المباراه المتاخره نتاعو على بعد نقطتين من المركز الثاني وثلاثه نقاط من المركز الاول يعني حظوظه قائمه في البطوله اليوم الفريق اعطى اربع لاعبين للمنتخب الاول وزوز لاعبين للمنتخب الاولمبي اليوم الفريق ما انهزمش منذ شهر نوفمبر الفارط اعتقد هذه كلها اشياء ما تسببش هالضجه الكبيره اللي حصلت وهل ربما لاشارمون الكبير على شخص غازي الغرايب مع الاسف في انديه اخرى تعيش ظروف اصعب من النادي الفرنسي ما نشوفوش حاجات كيما هكا لكن في النادي الفرنسي سي ان بو سبيسيال وتو سويت اون اتاك اوتر نوت انا عندي درايه كامله بالفريق وبالخفايا وبال كما قال سي منصف في الجزئيات مش مهم شخص غازي الغرايبي المهم بالنسبه لي انا قمت بواجبي وما زلت اقوم بواجبي واليوم اذا كان انا باش نقدم استقالتي ضميري مرتاح قمت بالدور اللي لازمني نقوم به هالاشاعات وهالكلام وهالتشكيك انا شخصيا ما نقبلوش علاش لاني انا جيت في اطار من الاحترام من التقدير من الثقه العلاقه اللي تربطني بالنادي الصفاقسي اكبر من ان يكون اليوم انا مدرب ولا مانيش مدرب نحب كما جيت بالتقدير والاحترام نمشي بالتقدير والاحترام وساظل دائما ابن النادي ما نحبش نتكلم على العروض وعلى الحاجات الخاصه لاني انا كما قلت نسبق دائما مصلحه النادي الصفاقسي اللي يهمني اليوم اني نكمل نقوم بواجبي لاخر وقت صحيح انا رسميا قدمت استقالتي لاني
مانيش مستعد باش نخدم في ظروف من التشكيك والتجريح وخاصة من عدم الثقة. اليوم الخبر الرسمي يكونوا غازي الغراري قدم استقالته قبلناه، ولكن طلبنا منه في الفترة الانتقالية مع تكام محب النادي كابن النادي قديم كونوا اللي شفناه احنا كهيئة احسن سيناريو باش نتعداو الفترة هذه، لانه تعرفوا عندنا مقابلات مهمة في الفترة القادمة، مقابلات حد اربعة نسق كبير مقابلات، معناتها يلزم الفترة هذه التحضيرات تكون في ظروف طيبة. طلبنا منه باش يواصل في انتظار الحصول على ممرن، على معناتها اختيار ممرن قبل الوحدة، وقال يا خويا باهي دا كلنا من النادي ومش يكون حتى الباساسيون بأسلوب حضاري، ماذا بيا في أقرب وقت اختاروا ممرن. احنا كهيئة نحاولوا ما نطيحوش في أخطاء أخرى، لتعرف الاستعجال ربما في اختيار ممرن تواك فترة ماهوش الممرنين كل باهين قاعدين يخدموا على روحهم مرتبطين بعقود مع فرق، مش نحاولوا معناتها نجتهدوا باش ما نختاروش ممرن ربما نجيو نحلوا المشكله نعقدوها. هذا هو ما شوف تونسي اجنبي ما نجمش نجاوبك لانه هذا كله لانه عديد من الاسماء مطروحه، ومش نختاروا مش نحاولوا نخطو اي اقل شيء ممكن في اختيار الممرن. نقول لك انا ونعاودها ألف مره كونوا النادي الصفاقسي مراهن جدي على لقب بطوله تونس، وان شاء الله في الطريق السوي لنتعداو المرحله الاولى من البطوله الافريقيه، ومراهن جدا كذلك على كاس تونس. هذا فيما يخص غزل الغرير، فيما يخص تنس بوجلبان توا قبل باش يكون الاطار الفني الموجود توا يواصل حتى معناتها قدوم الممرن الجديد. يعني تجديد العقود سي المنصف محمود بن صالح وطياسين الخنيس. والله بالنسبه لتجديد العقود انا احنا رئيس النادي معناتها خذا على عاتقه نيغوسياسيون مع اللاعبين هذوما، فهموا على كل البنود، ولكن لحد اللحظه هذه تم تصح حتى عقد. بالنسبه للايام القادمه اي لاعب ما يصححش يعتبر ماهوش موجود في رصيد البشري النادي الصفاقسي. استحقني الفريق القاني وهذا يكفيني فخر. هذا اليوم اني انا امنت الفتره الصعيبه اللي مر بها النادي الصفاقسي، حد مشعر بالفراغ اللي خلاوه اللاعبين، امنا فتره انتقاليه صعيبه، الفريق موجود في الواجهات الكل، الاهداف نتاع الفريق الى حد الان موجوده، مترشح في الكاس تونس، مترشح في رابطه الابطال بنتيجه تاريخيه، موجود على بعد 3 نقاط على المركز الاول، مازال 9 مباريات للنادي وحظوظ وافره في اللقب. اعطينا 4 لاعبين للمنتخب في المباراتين الوديتين هذوما، زوز لاعبين المنتخب الاولمبي، اعتقد ان بيلان يتكلم على نفسه، مانيش انا باش شاكر نفسه ويقرئك السلام، انا مانيش باش نقول هذايا، لكن نقول انه الحصيله ما تستدعيش هالضجه. هلا شارنمو على غازي الغراري، انا صحيح مستاء، انا صحيح ما كنتش نتخيل انه باش تقع مكافاه مدرب عمل التضحيات هذوما تجاه ناديه بالشكل هذايا، لكن هذه معناها كره القدم، هذه حالنا. انا بالنسبه لي انا عبرت عن رغبتي في الاستقاله، ورغم هذايا مره اخرى نقول نكمل واجبي للاخر، ما نتخلاش على الفريق، لانه طلبوا مني المسؤولين باش نامن الفتره الانتقاليه الى حين يلقاو الحل. ما نحبش يتقال كون غازي الغراري خلى الفريق في فتره صعبه وعنده استحقاقات قادمه على مباريات متعدده، انا باش نقوم بواجبي باش نقف مع الفريق، ما عنديش معناها مزيع في هذا، لكن بالنسبه لي انا خذيت قراري باش نغادر الفريق.